السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلا حلقة رقم 30 كفل ثلاثة ودي بجي دال ودي هل لنا سكادي دور كاين حجات حتى كان حتى دي حتى رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم عوتيه ديب سان عند بعد تعدوا أه سد مانع و أه مانقف ديب مقب قلق بقو كدعوة سبحان الله عما يصفون ادي له كان دي بهيني بلا حلقة الا بدير اسئلة توجه ديبهم انتم من اسأليكم اللهم اولياءكم اللهم صالحينكم علم القيب بهم كفوتر الامر كفو أه يعني حوائجكم قدو وكفو آه اللي هي شافو وكفو ولاد اللي هيبو وكفو اللي ود لكم كل منا نطلو بلا ليكم وقلو قربان هل دي قيب الطلعه يعني قيب أو علم بهم قيب ها ولا ميت ندد بها لو بلس اسئلة توجه دي كعلا دي بحلقة 29 او وجدتم ذلك في كتاب ورستمو يعني حول او كمان دي بكتب من كتابنا يا رب العالمين ورثكمه من الأنبياء أو من أهل العلم سمعكم قال الله تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون دي بسورة القلم وكذلك الله سبحانه وتعالى بيلا وقال توني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين علم بكم أم طوم من كتابنا يا ربي العلاقة كتابنا يا أنبياء من سمعهم أنتم من أهل العلم سمعهم أنتم من قل سمعهم أنتم حياة وأرسام أنتم من كتاب أرؤني بيليم لكنتم كاذبين على إن كنتم صادقين أم بيليم دي الأحقاف كم الله سبحانه وتعالى بيلا قل هل عندكم من علم فتخرجونه لنا فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الذن وإن أنتم إلا تخرصون دي بصورة الأنعام كم سليه الله سبحانه وتعالى ها علم بكم من بكم من هلا من بكم برهام من بكم دليل من بكم قرؤوناتو عم أه؟ لكن انتم حتى قلبكم انتم سب حجتكم حجة باطلة. قل من دليل قلبكم من ناي انبياء من كتب قديمه من صنعة الوارثة من قلبكم من نبي النبي صلى الله عليه وسلم ربي يجيب اللي عند الهميو ولا وحي عند القران وكان من الطبيعي ان يعترف المشركون بانهم لم يطلعوا على الغيب ولا وجدوا ذلك في كتاب من كتب الانبياء ولا اخذوا من اهل العلم طبعا هم الابوني فمن اياك اللي جاوبوا يورثوا علم الابون من انبياء ما يوم الكل هلاني فقالوا من بيلو بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا هنا حجات ألبنا لكن ابوناك ان ودت انحونا يا اخي كمسلت بالابون أبويك ان ود على أبويك ان ود على هنا كمسلت لا ابويا غلط ود على ابويا امري على رساله ما على يتبعوه لسنت أو يلا ودي على لدينا توافق ناسا آه وبيبي يلا ودي على ناسا آه يقبل على يتبعوا شغل ولا وشغل وشو وشغل عجيس من دبلكو دي, دي وقالت أقول وقال إيجيس ما من الحكمة ما من العدل ما من العقل بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أبونا ركبنا وصار يوم نهير لنا وأنا يا أبونا مودة لنا بيلو وكمان بيلو وإنا وجدنا آه. إنا وجدنا بلواو إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وإنا على آثارهم مهتدون ديما سليه بيلو إنا, إنا... وجدنا وَجَدْنَا أبا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ دي بسورة الزخرف هنا أبونا وأبي أبواتاتنا لو الدول علو لبس بس أنا أبي أبي يبدل له كله كل أنت لو يغير, يغير, يغير منا يتبهل. حقه يا ربي وحقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حقه مجال من بو قلة كتابة توافق وقلة سنة توافق النسي لي قبأت لين أدم منه كبنا يربي وبنا النبي صلى الله عليه وسلم النسي وبهذا الجواب تبين عجدهم وجهلهم معا فقيل لهم إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون خلاص أنتم يتأمروا عايزين أنتم وطعكم جعلكم وجهلت بالشقه عليكم والله سبحانه وتعالى للأمر توتوا وانتم حتى يتأمروا فأسمعوا منه صلى الله عليه وسلم وأسمع منه سبحانه وتعالى ما يقوله ويخبر به عن حقيقة الشركائكم هؤلاء اللهم لبهم سركر لكم نعنوا سمعوا ديبوم، مليبل العالمين لأن ربيت الأمر وأنتم يتأمروا الله يعلم وأنتم لا تعلمون فنعو... سمعوا لرب العالمين، سمعوا لرب العالمين من دي بوم وديبكم هلا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. لهم لهم من رب العالمين وكان لهم ليكم أهليكم وديبهم تتبرك أهليكم ومن نوم تعدوا ها لهم عبادتكم سليكم بشرتم لا ينفع ولا يضر ولا يملكون موتًا ولا حياة، لا لأنفسهم لا يملكون ضرًا ولا نفعًا. حتى يملكوا الله توم بشرتمكم سليكم فضل من هلا صلاح من هلا فضل رب ركبو دعاء ودو وقر ولا فضل دي رب بلوسو ديكوني قل ورق للدعاء يوم أكان ربنا دوا دوا قل دو. هبو قل لك الأو قل الصرف وصل عند ليمال القديبه ومن نقدرته من على إلا تلا اي انهم لا يقدرون على شيء مما يختص به سبحانه وتعالى كما انكم لا تقدرون عليه فانتم وهم سواء في العجز وعدم القدره ولذلك تحداهم بقوله سبحانه وتعالى فادعوهم آه فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين، خلاص لهم دولهم دحدو دا منهم طلبوا منهم قال من وانتم من انتم نقلت طلبوا منهم قال احد ساعة فلان ودنا بالوم اللي الله سبحانه وتعالى وقال كذلك الله سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير اي يعني قطمير القشره الرقيقه في النواه الا حاجات للفافة لا الحاجات اللي هي فيت لانين شتقين خفاف دي بنوات ديبا لبته مر ديبا ودتها مرات لتقبي تلقط مير لا حاجات لا قطينة تمرت تتمرت عادي تتخفف الليل كم سليت كم سألنا نوزم نقبي رب العالمين بي اليوم ندل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ما حتى يملك الا نوزي قدر الله. الله سبحانه وتعالى ان تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشركاء بشرككم ويوم القيامة ويوم القيامة ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون وقال تعالى ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم ضرا ولا انفسهم ينصرون ولا يستطيعون ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا عفوا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وقال الله سبحانه وتعالى واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ثم رتب على عجز هؤلاء الآلهة وعدم قدرتهم على ما كانوا يزعمون أن دعاءهم والرجاء منهم لغو وباطل لا فائدة فيه إطلاقا وذكر لذلك بعد الأمثلة الرائعة وذلك مثلا قال الله سبحانه وتعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال كما إنسان لما إن دان أسأى آه كإن إن ودايا من قبي لما يلست من نوغ إنسان كما إن تلوم وصفة يوم الله سبحانه وتعالى إنسان باسط أكفي يعني إن تعبتان دي قبي حافتان لبارة ما إن دان آه إن بارة من قبي ما يتعبد كما إن وما هي حتى وأفوكي يعرى وما يقدر تقدر اللي بو وصفه من النبي صلى الله عليه وسلم بالعزة والجلال سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى ثم دعا المشركين إلى قليل من التفكير وحيث أنهم كانوا يعترفون بأن الله تعالى هو خالق كل شيء وأن آلهتهم لم يخلقوا شيئا ولا يستطيعون أن يخلقوا شيئا بل هم أنفسهم مخلوقون لله فقيل لهم فكيف سويتم بين الله الخالق القادر وبين هؤلاء المخلوقين العجزة فكيف سويتم بينهما في العبادة والدعاء فإنكم تعبدون الله وتعبدون هؤلاء وتدعون الله وتدعون هؤلاء أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أهل الخالق والمخلوق واحد تعبد المخلوق مع الخالق لا يستقيم إلا ميتا إنسان مخلوق مثل الخالق قالوا إنو الخالق وديو الخالق تعبدو. خالق قارن كمثل خالق وديه كمثل خالق تعبده أكانتنا يا خالق تهيبه كتحدى منه وطلب منه والسجد قلو وتركع له والطوف قبره ما سحب وتحت حتى ينافعه مخلوقته لا قل كوا لا كلا خالق واحد أحد، السمد الفرد نادام أدم كوا دي دام تحدي دي بتعمل دي أقبر، ودي اي ودي أمن سبحان الله اللي عقل يقبله ورب العالمين حاجه جا يوم والاسئله توجهت بهم بلا سكلك كيف متي دي بسلام حدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>